مرحبا أصدقائي، سأشاركم طريقة حصرية ومضمونة لربح بطاقة جوجل بلاي، وسأضع لكم كود بطاقة جوجل بلاي $10 أسفل هذا الفيديو. ولم تكن مشترك بالقناة من قبل فندعوك للاشتراك بالقناة مع تفعيل الجرس ودعمنا بمجرد لايك. أتمنى الفيديو لأزيد من 1000 لايك لأنه يستحق ذلك. ولنترك مع الفصل التالي. إذا مجد أصدقائي، نقوم بتحميل التطبيق من أفضل التطبيقات الحصرية لربح بطاقة جوجل بلاي. طبعا جميع رتجنا أسفل التدوينة، وبعد تحميل التطبيق ستظهر معك هذه الواجهة، ولكي تظهر معكم خانة السحب نقوم بالنقر على هذا البوكس أمامكم، وبجانب هذا الفيديو سيظهر لك كود تقوم بإدخاله في هذه الخانة بالتحديد أمامكم، ثم ننقر على كلمة دان، وبعد النقر على دان ننقر على كلمة جيت، وستتحصل مباشرة صديقي على 300 جوهرة، وكذلك ستظهر معك خانة السحب. إذا لم تدخل الكود لن تظهر معكم خانة السحب. طبعا يمكنكم إدخال أي كود، المفيد قم بإدخال كود لكي تظهر معك خانة السحب. بالنسبة لطريقة الاشتغال في التطبيق سهلة جدا، وأهم شيء أن تطبيق صديقي العزيز صادق وموثوق. طبعا كما تشاهدون أصدقائي، إذا نقرنا على هذه البطاقة هنا يمكنك الحصول على بطاقة بقيمة $100 في جوجل بلاي، وكذلك يمكنكم تحويل الجواهر التي يعني تقومون بتجميعها بالعب فيها التطبيق، وكي تتحصلون على بطاقة. طبعا نقوم بالنقر على هوم كما تشاهدون أصدقائي، ونقر على خانة ريديم. انظر معي، وهنا صديقي عند النقر على كلمة ريديم ستظهر معك طرق السحب في التطبيق. هناك طبعا طرق سحب في بطاقات جوجل بلاي من $15 إلى $500. نعم صديقي العزيز، طبعا لكي تتحصل على بطاقة بعدد كبير يجب أن تشتغل أكثر في التطبيق. هناك كذلك رصيد باي بال وبطاقات أمازون. طبعا أصدقائي كما قلت لكم، هناك طريقتين للربح من التطبيق، إما أن تربح عبر اللعب ويتم إضافة الرصيد في هذه البطاقة، أو أن تلعب كذلك في التطبيق ويعطيك في كل مرة جواهر. انظر معي، هي فوق 300 جوهرة. طبعا أنت عندما كل مرة تقوم باللعب يعطيك التطبيق جوال. بالنسبة لطريقة اللعب في التطبيق سهلة جدا، ننقر على كلمة بلاي أمامكم، ننقر عليها. طبعا هنا صديقي كما تشاهدون نبدأ في عملية الاشتغال في التطبيق، وشاهد معي كيفية الربح من هذا التطبيق المميز. هكذا، وشاهد معي الطريقة سهلة جدا أمامكم أصدقائي، تطبيق رائع جدا صراحة، من أفضل تطبيقات تربح بطاقة جوجل بلاي. طبعا ركز معي صديقي العزيز، هناك كما تشاهدون هنالك بطاقة جوجل بلاي ظهرت معنا. انظر معي في هذا المربع، ماذا نفعل لكي نتحصل عليها؟ نقوم بوضع هذه الخانة. انظر معي هكذا، انظر معي صديقي، وهكذا صديقي عزيز هي العملية. انظر معي، أعطانا $2 يعني مباشرة بعد اللعب. ننقر على جيت بونيوس، وانظر معي صديقي تم إضافة الرصيد في بطاقتنا للجوجل بلاي. أيوة أمامكم. طبعا تقوم بتكرار نفس العملية أكثر من مرة صديق العزيز في كل مرة تقوم باللعب، وعندما تقوم باللعب ستظهر معك في كل مرة بطاقة جوجل بلاي خاصة بك صديق العزيز. تقوم فقط أنت باللعب وهكذا تقوم بتجميع الرصيد. طبعا كما قلت لكم أصدقائي، عندما تقوم باللعب في كل مرة انظر معي يعطيك كذلك إما رصيد يتم إضافته في بطاقتك للجوجل بلاي، أو كذلك يعطيك جواهر. نعم صديقي، انظر معي، أعطانا الآن جواهر. طبعا أعطانا 5 جواهر. إذا أردت مضاعفة الجواهر الخاصة بك طبعا صديقي تقوم بالنقر على لاكي برايس. هنا صديقي لكي تضاعف الجواهر الخاصة بك يجب عليك مشاهدة إعلان بالنقر على كلمة ستار. طبعا صديقي تنقر على كلمة ستار تشاهد إعلان، ونعود إليكم. طبعا بعد مشاهدة الإعلان أصدقائي مباشرة ستدور هذه سبين، وانظر معي كم سيعطينا من جواهر. وهكذا أعطنا الجواهر، أعطنا 50 جوهرة. طبعا صديقي أنت في كل مرة تقوم باللعب تقوم بتكرار نفس العملية، يظهر معك ذلك الصندوق، تقوم بعمل سبين أي بعد مشاهدتك للإعلان، وبعدها يعطيك مباشرة طبعا الجواهر. وهكذا صديقي إما أن يعطيك جواهر أو يعطيك كذلك طبعا رصيد في بطاقتك للجوجل بلاي. انظر معي صديقي، نكرر نفس العملية أمامكم لكي تفهموا الطريقة، وهي طريقة سهلة جدا لا تستحق الكثير من الشرح. كما شاهدتم أصدقائي تظهر معنا كذلك بطاقة يعني الرصيد في الجوجل بلاي. ننقر على جيت بونيوس، وانظر معي تم إضافة الرصيد بنجاح في البطاقة الخاصة بنا أمامكم، 3.78 سنت تم إضافتهم في حسابنا. طبعا أصدقائي هكذا هي طريقة لكي لا أطيل عليكم كثيرا الفيديو، في كل مرة تقوم باللعب ويعطيك إما رصيد أو يعطيك كذلك جواهر في الحساب الخاص بك. وهكذا أمامكم يعطيك الجواهر، تنقر على لاكي برايز أمامكم وتقوم بمشاهدة إعلان ويقوم بمضاعفة الأرباح الخاصة بك، أو تكتفي صديقي إذا لا تريد أن تضاعف أرباحك تنقر على كلمة كوليكت ويعطيك تلك الجواهر فقط. أمامكم طريقة سهلة جدا. طبعا بالنسبة لهذا البوكس الذي فوق، انظر معي صديقي كلمة كليك. هنا صديقي إذا شاهدت إعلان سيعطيك نسبة من الأرباح، أنصحكم مشاهدة الإعلان وتتحصلون على الأرباح. بالنسبة لبقية خانة الاشتغال في التطبيق يعني سهلة جدا لا تستحق الكثير من الشرح. مثلا هذه الخانة يعني صديقي العزيز هي فوق، ننقر عليها، انظر معي هذه الخانة فوق
هذه الخانة صديقي إذا عملت سبين، بإمكاني أن يعطيك رصيد أو بإمكاني أن يعطيك جواهر. نقوم بالنقر على كلمة سبين وأعود إليكم. كما شرنا أصدقائي، بعد مشاهدة الإعلان سيقوم بعمل سبين، إما أن يعطينا رصيد أو يعطينا جوال، وهكذا أعطانا رصيد بقيمة 2 دولار. طبعا إذا أردت مضاعفة الأرباح تنقر على جيت بونيوس هنا ويتم مضاعفة الأرباح الخاصة بك، ولكي يتم إضافة الرصيد كما قلت لكم أصدقائي يجب مشاهدة الإعلان. وكما قلت لكم أصدقائي، في كل مرة يتم إضافة رصيد في بطاقتك الجو بلاي أو جواهر. طبعا أصدقائي، بالنسبة لبقية الخانات للربح من التطبيق سهلة جدا. بالنسبة لهذه الخانات أسفل، طبعا هذه الخانات تساعدك في الربح من التطبيق. هناك منشدون بعض الأدوات التي يمكنكم استعمالها لكي تسهل عملية الربح من هذا التطبيق المميز، وهنا كذلك هذه الأداة تقوم بمساعدتك في الربح من التطبيق. طبعا بالنسبة لهذا البوكس أو أمامكم هذا البوكس، عندما تقوم بإكمال الليفل الخاص بك، هذا هو الليفل الثاني أنا الآن، إذا اكتمل ووصل إلى الليفل الثالث هنا هذا اللون يعني الزهري، طبعا سيظهر معي هذا الصندوق، وعندما أقوم بمشاهدة إعلان يعطيني جوال في الحساب الخاص بي. طبعا بالنسبة لبقية الخانات للربح من التطبيق سهلة جدا، كما شاهدون هنالك طبعا السبين هي أمامكم هنا. إذا قمت بعمل سبين صديقي، طبعا يعطيك رصيد أو جواهر، طبعا في كلتا الحالتين أنت ستستفيد من هذا التطبيق. طبعا كل ما عليك النقر على كلمة سبين هي أمامكم، بعد النقر على سبين ستقوم بعمل دوران، طبعا أريتكم الطريقة من قبل، ويعطيك رصيد إما أو جواهر في الحساب الخاص بك يتم إضافته بنجاح. بالنسبة لبقية الخانات هنا التاسكس، طبعا هذه بعض العروض ليست مهمة في التطبيق، المفيد أن الطريقة الأساسية هي عبر اللعب وكذلك عمل سبين عبر التطبيق المميز، وفي كل مرة يتم إضافة الرصيد في بطاقتك الجو بلاي التي يمكنك سحبها فيما بعد، أو كذلك جواهر هي أمامكم يمكنكم تحويلها إلى بطاقات جو بلاي من 15 دولار إلى 500 دولار عبر هذا التطبيق الصادق والموثوق وشركة موثوقة 100%، تعاملت معها من قبل ونزلت إثباتات سحب كثيرة، وبالتالي كن متأكد أنك ستربح بطاقة جو بلاي. طبعا بالنسبة لخانة إنفايت هنا يمكنك دعوة أصدقائك صديقي، وتتحصل على 800 كونز عن كل شخص تقوم بدعوته إلى هذا التطبيق المميز، ويتم إضافته هنا أمامكم في الجواهر، عن كل شخص تقوم بدعوته يساوي 800 كونز أو جوهرة. طبعا بالنسبة لآخر شيء أصدقائي وصلنا إليه هو كيفية سحب الأرباح، تنقر على كلمة ريديم أو هذه البطاقة. طبعا هناك طريقتين لسحب الأرباح، كمثال أنا أقوم باللعب في تطبيق ويعطيني رصيد، أريد أن أربح عبر الرصيد. طبعا سيتم إضافة الرصيد كما قلت لكم سابقا هنا، عندما تصل إلى الحد الأدنى 100 دولار أمامكم تنقل على إكسشينج، تقوم بإدخال الإيميل الخاص بك ثم تعيد إدخال نفس الإيميل وتنقل على كونفيرم، ويتم إرسال 100 دولار إليك عبر يعني حسابك في جيميل. بالنسبة للخانة الثانية للربح من التطبيق هي كما قلت لكم سابقا عبر تجميع الجواهر، في كل مرة تقوم باللعب يعطيك جواهر، وأعداد الجواهر كبيرة جدا عبر التطبيق مميز، يعني في اليوم ستحصل 100,000 جوهر على الأقل. طبعا تنقل على كلمة ريديم، طبعا بعد أن نقل ريديم أصدقائي هناك مشاهدون تقوم باختيار بلد البطاقة التي تريدها، تقوم باختيار مثلا أنا أريد بطاقة بعملة الدولار أمامكم، هناك رصيد بيبر من 5 دولار إلى 500 دولار، وكذلك بطاقة أمازون، وهناك بطاقة جو بلاي. طبعا بالنسبة لبطاقة جو بلاي ننقر على هذه الخانة، إذا يعني وصلت الحد الأدنى للسحب أي وصلت 291,000 جوهرة يمكنك سحب الأرباح الخاصة بك عبر هذا التطبيق المميز. طبعا كل ما عليك صديقي النقر على البطاقة التي تريدها، مثلا أريد بطاقة 10 دولار، وتقوم بإدخال طبعا الإيميل ثم إعادة إدخال الإيميل ثم تنقر على كلمة withdraw، ويتم إرسال الأرباح إليك في إيميل خاص بك بين 3 و7 أيام. إيه يا أمامكم أصدقائي طريقة سهلة جدا، لديك طريقتين للربح من التطبيق، إما عبر بطاقة أو عبر تجميع الجواهر وتحويلها فيما بعد لبطاقات جو بلاي أو رصيد باي بال. طبعا أصدقائي وصلنا لهذا الفيديو، أتمنى أن أعجبكم وأتمنى أن تبخلوني بضغط لايك، ولن تتركوا في ذمة الله، وإلى اللقاء في فيديو جديد من مدرسة الأرباح.